أربع أخوات عندي، فأول ما أتذكر قالت لي يمه ترى أختك فلانة، سناء، منال أختك، أختك أمل، أختك سعاد، ذول أخواتك ترى بالرضاعة. أتذكر هذه الجملة يعني قبل وفاتها بكم يوم يعني قالت لي إياها، وفعلا ما زالنا أخواتي يعني هن من عوائل أخرى. كان عندنا تلفزيون واحد بالمنطقة، تلفزيون واحد بهاي الدربونة المقفولة، دربونة بس وكان يسحب الكويت لأن ما كان يسحب بغداد، لأن الكويت أقرب. أي الكويت أقرب للبصرة، تمام، يعني مسافة كلش قريبة. فكان طبعا بحكم هاي العلاقة أروح أجلس أشوف أفلام كارتون بيت الجيران، بيت الجيران، بيت عمي أبو سامي يسمونه، أي كاظم شمخي الله يرحمه، الله يرحمه، ونقعد نشوف ال انت وجهال الدربونة لا لا بس الدربونة. أنا بس أنا بس أنت ليش بس أنت أخو البنات ها، فأنت تقدر تدخل البيت، تقدر مصرح لك.